عليكم. اول حاجه بعدا كنوصلوا كنشكروا سيدنا نصر الله والاسره العلويه. انا الاب ديال عصام الملاس عصام اللي كان حرق راسو بجانب الملحقه الاداريه الازهر، والاسباب كان وضع الطلب ديالو للجمعيه البشريه التنميه للفضاء التجاري للقرب بسراب المنطقه ديال حي الازهر مده ديال سنتين. بعد المعاناه ديال العام ونصف العامين، الدري كيتفاجئ بانه ليس مدرج على اللائحه ديال المستفيدين، ولهذه الاسباب الدري ما تحكمش في العقل ديالو ودار هذا المأساة اللي هو ضل في المده ديال الاستشفاء بالمركز الاستشفائي ديال بن رشد الا ان تغمده الله برحمته. ولهذا حنا كأب ديالو كنوجه النداء ديالي لجميع المسؤولين، لا في جهاز الامن ولا في القضاء ولا جميع الجهات، كان طالهم باش يساندونا في هذه المأساة التي اصابتنا. انا لله وانا اليه راجعون. كنطلب من المسؤولين ليأخذوا اجراءات لازمه في حق كل من توطأ في هذه المشكله، لان في هذا التماطل هو اللي خلى هذا الدري يدير هذه الفضيحه. كان بائعا متجولا منذ صغره، كل شيء كيعرفوا من السلطات المحليه، مقدمين شيوخ قيد كيعرفوا. المشكل دابا ما استفش الدري، ما تعصب من المحلات التجاريه، من دوك الكيوسكات ما لا هو واضع الطلب ديالو. حنا لحد الساعه باقيين عندنا الدوبل ديال 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 دوك الطلبات اللي كانوا باقيين عندنا لحد الساعه باقيين عندنا. دابا هو السيد تفاجئ بان ما كاينش اسم ديال المدرج. والقايد مشى عنده شحال من خطره، شحال من خطره مشى عنده. انا مشيت عنده مره، انا بيدي مشى عنده ودفعت لي الطلب ديالي بيدي انا نيت. واخا 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 الدري سمعنا ديك الفضيحه، انا ما راضينش بداك الشيء، ولكن هادشي لله ما عطى والا ما اخذ. كيمشي جوج مرات ثلاث مرات في السيمانه، كاين بعض الخطر كيمشي برا في السيمانه. كيقول لي راك صافي كون هاني كون هاني كون هاني كون هاني. ايوا احتاج الله هذه المصيبه. كاين تلاعبات في الاسواق النموذجيه؟ كاين تلاعبات قويه لحد الساعه. انا نهار الخميس كانت القرعه ومشيت انا بعيد وكنشوف الناس، والناس كيقولوا كاين اكثر من واحد 100 واحد ولا 120 واحد ولا 140 واحد اللي ما كاينينش في دوك السوق النموذجيه لحد الساعه ما كاينينش. والباع المتجولين اللي هما اصلا حاليا دابا اللي كاين في السوق، يلا نقول لك 14 واحد 13 واحد هما اللي مخلصين، الشيء الاخر كلشي غير بوك صاحبي. هادشي اللي كاين. واه داكشي داكشي كاين. انا حنا الناس حدانا الجيران ما كيبيعوا ما كيشتروا، واحد جارنا نيت حنا واخد جوج، عاطي الفلوس واخد جوج. جارنا نيت حدانا في الموبل واخد جوج. كاين موين القهاوي، كاين موين الساكات، كاين الكوافورات واخدين. ايوا هادشي اللي كاين ما عرفتش نقولوا، انا لله وانا راجع. شفت العماله ديال البرونز؟ شنا الناس؟ ناس طيبين ما استقبلونا حسن استقبال، ماشي نقول لك كاين، وكاين ناس طيبين وتاسفوا لنا. وهذا قدر الله. كاين الناس بغينا باش ينصفونا. لان ما كاين سبب، ما يمكنش واحد الانسان يجي يقتل راسه ويضحي بعمره الا كاين سبب، الا كاين تلاعبات. تلاعبات في الناس، في هاد الناس مسؤولين كاين تلاعبات. ما كيوصفوش المواطنين اللي هما الضعفاء. واش كاين شي واحد اللي غيضحي بعمره؟ حنا ما راضينش بهذا الوضع اللي دار الدري، ولكن واش كاين شي واحد اللي غيضحي بعمره؟ انا حتى الدري ولدي كنعرفو، ماشي ما كنعرفوش مزيان. انا الدري ربما غير بغى يخلع تما باش زعما تكون شي استفاده، باش اللي ما يمكنش شي واحد الانسان يقتل راسه. واخا يعطوه الضرب هذا كله يقدر يقتل راسو. دابا غير مسكين، دابا الدري ديال العقل، الدري ما عندوش العقل، وعنده العقل ما غيديرش ديك يكب عليه شويه ليسانس وكذا وكذا. واش الانسان واخا يعطوك هذا الضرب هذا بغيت تقتل راسك؟ يعطوك المغرب كله، يعطوك البرونسي كله تبغي تقتل راسك؟ الدري دابا غير قال غنزري لهم باش زعما يعطيني، ما فهمتي؟ هو كون يعرف راسو بان غادي يموت فيها ولا غادي يلحقوا ديك الحروق اللي هي خطيره، ما غيديرش داك الشيء. واش كاين شي واحد رخيص عليه عمره؟ جاوبني.
واش هذا لينا فريق اش غيجي كاع من هذا الكيوسك لينا فريق لينا فريق انا كون نسحب هذا الشيء بحالكم مشيت انا بيدي انا وقادي الشغل بيدي انا وما نلحقوش هذه الحاله انا دابا كن كلشي تعقد دابا كلشي مرض عندنا في الدار ما غنقولش اش غادي يوقع ولادنا كلشي محني ما مطالب الى الله سبحانه هنا خايفين دابا شي كارثه غتكون في الدار دابا الدراري كلشي معصب ما يعلم بينا الا الله سبحانه دابا ما كناكلو ما كنشربو اخو مرضنا ما نقولش كاع كاين الله اللي كيطالب بينا ودابا كنوجه نداء ديالي الى امير المؤمنين باش ينظر لينا بواحد النظره فهمتي اللي ما كيعلم بينا الا الله سبحانه وتعالى وهذا هو ما اقول والله على ما اقول قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.